في سابقة هي الأولى من نوعها في مملكة البحرين، يتم تدريب المكفوفين على تدليك الجسم بأسلوب علمي. نعم، فقد انطلقت هذه المبادرة لتدريب مجموعة من فقرات البصر على هذه المهنة من قبل إحدى الاختصاصيات البحرينيات بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين. التفاصيل في سياق التقرير التالي. آمنت بقدرات الكفيفات وأيقنت بأنهن قادرات على التعلم، فنقلت إليهن علم التدليك من خلال شرح واف ومتقدم يعتمد على الإحساس بالدرجة الأولى، لأنهن يتمتعن بحاسة لمس أقوى من أقرانهن المبصرات. أحب أنا مهنة المساج، طبعا درستها بطريق بالأسس علمية ثقافية. حبيت أن أنا أخدم فئة المجتمع اللي هو بالأخص اللي هم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديدا اللي هو المكفوفين، لأنهم الفئة الوحيدة اللي ما يحصلون لهم المهنة اللي تناسب احتياجاتهم. فطرحت الفكرة مع أستاذة شريفة المالكي على أن احنا نبذل جهد في خدمة هذه الفئة، وتعاونت وياهم. يمتلكن إحساسا مضاعفا يوظفن أناملهن لإخراج الطاقات السلبية عبر دراسة مهنة التدليك، فالمبصرة مع الكفيفة يدا بيد تساندان بعضهما من أجل الدفع بهذه الفئة من المجتمع ليكون لها عملها الخاص. احنا طبقنا التمرين الحين، او طبق عليه التمرين حاليا من خلال المبصرة اللي كانت قبالي قاعدة، وفعلا حسيت ان في شيء في اعصابي تغير، بما انها كانت تحرك ايدها من اسفل القدم الى الاعلى. فاحنا كمكفوفين الاحساس اللمسي يعمل عندنا بشكل مضاعف عن الإنسان السوي، بما أن احنا فاقدين البصر، فإحنا نقدر نوظف هذا الإحساس في خدمة الآخرين. تعلمت اليوم أطلع السموم اللي في الجسم، والشغلة واجد مريحة وممتعة، وفيها الشغلة تأمل، وفيها يعني راحة للأعصاب. يكتسبن مهنة في الحياة يوظفن إحساسهن من خلالها لتفتح لهن باب رزق جديد، ولكن بعيدا عن المألوف، فممارسة مهنة التدليك ومساعدة الجسم على التخلص من آلامه لا تتطلب سوى الصبر الممزوج بابتسامة مشرقة، فهي لا تحتاج إلى البصر لممارستها بقدر حاجتها إلى البصيرة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.